طيب مرحبا جميعا. الفكره كنت عامله للاستاذ ايوب انه نعمل لقاء زغطور لنقدر نحكي مع بعضنا، لانه اخر مره كان لقاء كبير وخلينا بلا ما نحكي، يعني عرضت افكار مهمه ولكن كان ناقصه انه نتناقش سوا، وقلنا بلكي بتكون فرصه نقدر هالمره نخفف لها ليصير في نقاش اكثر. اليوم العنوان هذيك المرة نطرح أفكار بهمنا نتعلق عليهم، أكيد إذا حدا عنده تعليق هالمرة أكتر حيكون المساحة لألكم. نحن حأسأله بس سؤالين محددين خصهم بعنوان اللقاء اللي هو عن الشفافية والتشاركية، وحيجاوب بعشر دقائق ماكسيموم، وبعدين بهمنا يصير في النقاش اللي هو بيننا. حذكر بس أنه نحن هيدا بلدية تشاركية، هو الهدف منه كان انه ندرب مجموعه شباب وصبايا على القانون البلدي، لانه معظم الوقت ما بنعرف شو القانون، ما بنعرف شو بحق لنا، شو واجباتنا الى اخره، وكمان نعمل دراسه عن مدينه جبال نشوف شو الحاجات واولويات العالم. وهالدراسه خلصت، بعثت ايميل ولا بعد جيسيكا الدراسه بعثت ايميل مش للكل، اللي ما وصلت له يحط ايميل يتاكد انه ايميله صار موجود، حنبعت هذه الدراسة اللي بتحدد أولويات حسب الناس والفئات اللي نحن اشتغلنا معها. ومفترض كنا بالمرحلة الثالثة واللي هي اللي يعني المرحلة الثالثة هي نعمل لقاء يعرض فيها الرئيس عن الرؤية تعولته، وهذا اللقاء نحكي بكيف فينا يعني إذا بتقول آليات التشاركية والشفافية اللي بتستخدمها البلدية. وثالث لقاء إذا حدا عنده مشروع، واللي هو حيكون آخر الشهر هذا مفترض نحدد وقت، اللي عنده مشروع قادر يطرحوا على البلدية يحضر يتعاون معنا، فينا نساعده بتحضيره مع رؤية مع ميزانية مع غيرها تنطرح، وبنشوف شو البلدية يعني بلا ما ننتقد، بس بنكون كمان عم نقدم مشاريع، يعني هذا كتير مهم لأنه كمان بس كمان نقدر عم نعمل حلول. فإذا بنقدر نعمل هذا الشيء وفينا نساعد ساعتها بنتناقش مع البلدية شو اللي برأيهم، أكيد نعمل نقاش فيهم عام، واللي ضابط الموافقين عليه وموافقين عليه البلدية للقرار لقلون منفكر كيف ساعتها فينا نطبقه سوا. هذه الفكرة الثالثة من هلأ ضروري اليوم. إذا في حدا بحس كما نقدر نعمل اللقاء الثالث، إذا في حدا بحس إنه هذا عنده أفكار قادر يطرحها للبلدية بتحسن البلدة، ومن خلال الدراسة اللي عملناها بيطرح على يعني بيعطي حلول للدراسة اللي عملناها، أو بيعطي حلول لأزمة هو شايفها وهي urgent أو طارئة يعني ضرورية. هلأ شو يعني urgent بالعربي؟ مش طارئة ولا طارئة ولكن هلأ يعني فيطرحها، يعني قلنا يسجل اسمه في جوانا، فهي يعطي اسمه بس لإله مع رقمه، ساعتها منتابع معه لنحضر هذه الأفكار ونحطها بشكل presentation. اللقاء التالت بيكون انتم اللي عم تحكوا عم تعرضوا وبصير فيني اشفيه. هذا الشيء عملناه باكثر من بلدية، اللي هلا صرنا بمرحلة تطبيق لكثير من هيدي الافكار. فهيدا الشغل اللي عليكم لنقدر نعمل الشيء التالت. فاخر الشيء اللي بحب بليز ما ينسى يخبرنا. اليوم العنوان هو آليات الشفافية والتشاركية بالعمل البلدي. اليوم بالنهاية البلدية خصوصا بلبنان في كتير من العوائق تجاهها، يعني نحن بلبنان البلد الوحيد في 1200 بلدية طارت الكبدية في 1200 من الأساس سوري نحن اليوم بلبنان 1200 بلدية، برلين بلدية وأكبر من لبنان، يعني عندنا فائض بلديات، وكأنه بطريقة غير مباشرة لتكون عاجزة، لأنه هالمصاري اللي بيكونوا هالقد بدو يوظفهم على 1200 بلدية، يعني بالضيع بتلاقوا ما قادرين يوصفوا أكثر من واحد أو أكثر من اثنين، بكون عم بكش دبان مثل ما بقولوا هيدا الواحد واثنين، بالوقت اللي يمكن شرطي بدل كل المنطقة يمكن شرطي واحد لأنه ما في حدا إلى آخره. فبتلاحظوا يعني في كتير من العوائق غير البيروقراسي اللي عندها إياها البلديات، كل ما بدهم ينفذوا شيء بدهم تعمل مشوار، بينما المؤسسات اللي فيها ملايين الدولارات مثل CDR تلاحظوا ما في عليها رقابة مسبقة، تعمل الأشياء بعدين آخر السنة بتقدم، يعني في كتير من العوائق. بيروت والسلطة التنفيذية مش بإيد المجلس البلدي لأنه معه كتير مصاري إلى آخره. فبظل هيدي العوائق مدينة جبال قدرت تعمل كتير من الأشياء، وطبعا ما في ولا مدينة رغم أن يمكن تعمل بضل في هيدي التحديات. ولكن عم بقول هيدا الشيء لأنه القوة تبعت المدينة هي مش بس
وخصوصا قدام على العوائق. قوة المدينة مش بس الرسمال والمال اللي معها، هو القوة البشرية، لأنه بكل مدينة في ناس، وأصلا البلدية اجت لتخدم هذه الناس ولترفع شأنهم الاقتصادي الاجتماعي وغيره. عادة بننسى، أحيانا بصير في تنمية بمدن وبننسى الجانب الاجتماعي بكتير محلات للأسف. مثلا ببيروت أنا بلكون على مين، يعني تجار البطون هن اللي عملوا الماستر بلان، فصارت بيروت عشوائية. مخطط التوجيه صار لأنه عملوا مخطط ليخدمهم، وصار فوضى، واليوم بيروت فوضى، واليوم هن اللي بيأسروا لأنه هن بيجيبوا السلطة وهن بيقرروا كيف الإشي بدها تصير. فمعظم الوقت بناخذ القطاع الخاص بغير الاعتبار، بس احيانا بننسى القطاع المدني، خلينا نقول المجتمع المدني اللي هو مش يعني بس جمعيات الناس، المعلمين الى اخره. ف كرمال هيك العمل البلدي بالعالم تطور، وبلشوا يحكوا ببلديات تشاركيه، بمعنى الحكم منه انه ولا بتربح بالانتخابات وبتحكم وما بترجع للناس. اليوم المدينه بتتالف من كتير ناس وما بيشبهوا بعض بالضروره، فهولي المدينة لتكون لكل الناس بدها كل الناس تحكي وتخطط سوا، وبدها المدينة واللي واصلين على الحكم يستفيدوا من أهم رأس مال عندهم اللي هو أهم من المال، لأن المال في 100 فكرة تجيبه، هو البشر. فمن هون السؤال الأول هو شو هي البلدية، شو بلدية جبال، ما هي الآليات التي تتبعها إذا بدك لتشريك العالم الناس بالتخطيط وحدة. وثاني سؤال واللي هو كمان مهم، موضوع الشفافية. اليوم بالقانون البلدي يحق للناس تطلع على جميع القرارات تبع المجلس البلدي، ويجب أن تنشر. هلأ قديما كانت تنشر على حيط البلدية، لكن هذا عيب العثمانيين. اليوم في حيط الفيسبوك، في حيط القلعة، في حيط يعني الويب سايت. هلأ كنا ملاحظين قبل أنه بلدية جبال كانت عم تنشر كل شيء، قرارات، ميزانيات، هالفترة بطل موجود. فليش؟ وهل يعني فهل بلدية جبال حترجع تنشرون، او شو الاسباب اللي مش موجودين، وشو هي وسائل التواصل مع الناس؟ يعني ثلاث اسئلة صاروا: شو التشاركية، كيف تتبعوا منهجية تشاركية، كيف، شو ما هي وسائل التواصل مع الناس، وثالث شيء موضوع الشفافية. وبدي اذكر انه يعني نحن لو عم بسأل هول الأسئلة أنه جاي من الناس، يعني الناس إجمالاً بالدراسة تبعنا بيعتبروا أنه في شق الاجتماعي في شوي نقص فيه التواصل، وهاح أطرحها أنه بيعتبروا بيوصل مسج بس مش بس للناخب، مش للساكن اللي عم يدفع ضرائب. فهو أسئلتي لألك وهي لألك، تفضل. إن شاء الله ما كنت تقلتهم. لا بالعكس، أهلا وسهلا فيكم أول شيء، ونحن هاي تاني مرة منعذبكم كلقاء عام. بدنا نشكرك محمد على المجهود اللي عم تعمله أنت والأكيب، لأنه نحن من الأول اقتنعنا بالفكرة، لأنه من الأساس نحن منآمن أنه لازم يكون في شفافية ولازم يكون في مشاركة مع المواطنين. هلأ بلدية جبال بتصور أنه من أقوى البلديات اللي عندها تواصل مع الناس بمشاريعة قبل التنفيذ وبعد التنفيذ، ومن أكثر البلديات اللي اشتغلت الإعلام فادنا وفاد البلدية، حتى بمطرح عالي تجاه كل البلديات بلبنان، وحتى بمطرح عالي عالميا، لأنه اليوم وما منروح بالعالم حتى ردود الفعل، حتى التعليقات من كل دول العالم، بس يقولوا جبال أو يسمعوا بيبلوس كلهم بصيروا متلهفين أنهم يجوا، يعني عم بيتابعوا الأخبار. نحن مأمنين بهالشغلة، وكنا منتظرين كمان أنه نتيجة هالعمل هذا تخلص بسرعة تنقدر نوصل بنهايته. وهذا موضوع مشروع اشتغلنا عليه قبل ما نتعرف عليك. عنا كان خطة انه نحن يصير عنا بكل حي من احياء جبال مجموعة عمل شبابية، جامعيين او مخلصين جامعاتهم من سكان الاحياء، هن بيعرفوا حاجات الحي، بيعرفوا شو عم تشتغل البلدية، وين في أخطاء، وين في اقتراحات بدهم يقدموها وبيجيبوها للبلدية. يعني إذا البلدية نفذت مشروع، هالمشروع وين في شيء غلط بيرجعوا فيه للبلدية، وإذا في أفكار عندهم إياها للحي بينقلوها. يعني هيدي اعتبرناها نحن أنه هي أساس التشاركية، وبالوقت ذاته بتخلق تواصل مباشر بين الناس وبين البلدية. هلأ بمشاريعنا نحن اللي عم نعمله مثل ما قلت هذيك ساعة أنه كل الناس عم تعرف فيها، يعني لما بدنا نخطط لمشروع
أو لما بيكون في دراسة عامة عم بيصير في لقاءات متواصلة مع شرائح من المجتمع الجبيلي حسب المشروع المطروح. منشوف إنه لازم يكون في ممثلين عن القطاع الاقتصادي، بيصير في دعوات لألهم كلهم لأنه المشروع بيعنيهم، نتناقش نحن وياهم بندرس وبالآخر نطلع بالنتيجة. أو إذا شي مشروع عمل دراسته قبل منا نحن قبل ما يتم تنفيذه كمان عم بيصير في لقاءات بندعيهم بيجوا نتناقش نحن وياهم بالفكرة أو بالمشروع المقترحينه، بيصير في تعديل نتبنى أو بيتبنوه كله سوا ومنفوت فيه على التنفيذ. بكل أحوال يعني كل مسؤول أو حتى على المستوى الشخصي الذكي إنه يعرف يطرح مشروعه قبل ويأخذ الفيدباك ويشوف شو التأثيرات تبعه السلبية والإيجابية قبل ما يبلش بتنفيذه. وهذا اللي عم نعمله نحن هلأ. حكيت أنت على غير مطارح غير بلديات ونحن ما بدنا نقع فيها، يعني أنه اليوم بالرغم من أنه في ميزانية كتير محدودة للبلديات وخاصة بلدية جبال، بيجي أكيد طموح بيبقى ببلدية معينة عنده أفكار كتير بده يحققها، المال اللي موجود معه ما بيكفي، فإذا عليه هو أنه يعرف يحرك مجموعة مصاري كبيرة من المدينة بإشراك القطاع الخاص. بده يعطيهم ثقة، بده يحيلهم بالثقة، بده يكون في تواصل تام، وبده يكون في شفافية بالتنفيذ، وإلا القطاع الخاص ما بيحط إيده. واليوم صار أكثر أنه القطاع الخاص عم يجي يحط شروطه قبل ما يعطي، أنه أنا مقدم $1,000,000 مثلا أنا ما بعطيها للبلدية. هلا ما احترامنا لكل البلديات، يعني مش انه في شك، انما صاروا هن المؤسسات والجمعيات والدول المانحه حتى والافراد القطاع الخاص عم بيحط ضوابط، لانه هالمصريات اللي بيدفعها المجتمع ياخذ اكبر نتيجه منها بالتنفيذ. نحن وقت نفذنا عملنا اعاده ترميم لواجهات السوق التجاري، يحو عماد سعد مهندس بالبلدية تبع المشروع بتفاصيله، يعني بنك بيبلوس فات على التفاصيل بالدراسة وبالتنفيذ، مش البلدية لزمت، هني حطوا دفتر شروط واضح وجابوا شركات عملت مناقصة ولزموا المشروع مباشرة. عندهم ثقة تامة ببلدية جبال، وإلا ما كانوا قبلوا أنهم يعملوا المشروع، إنما بالرغم من هالشي حبوا يحطوا ضوابط. كل اللي عم يمنحوا مصاري اليوم هيك عم يعملوا، وبهالطريقة عم نقدر انه بلدية جبال قدرت حركت مشاريع اكتر وقدرت وصلت تعلي من مستوى المدينة. نحنا بهالوضع اكيد سميتهم تجار البطون، شو ما بدك تسميهم، المستثمرين كلهم المجتمع بده يمشي على توازن بينهم وبين إذا بتسميه أنت القطاع المجتمع المدني أو الفئات الثانية. بأغلب الأحيان الأشخاص اللي بدهم يجوا يستثمروا استثمارات كبرى بدها تكون على حساب شيء ثاني. نحن عم نوعى لهالشغلة. جبال عملت نمو كتير سريع، هالنمو السريع مفروض نحن ما نخليه يطغي على الحياة اللي كنا معودين عليها بجبال واللي هي عطيت سحر للمدينة. لازم يضل هذا، لازم نحافظ عليه. لهالسبب نحن اليوم بالتعاون مع مهندسين البلدية وبالتعاون مع مكاتب هندسة تانية في عنا مشروع لنقدر نحد من الأثار السلبية للنمو السريع. لازم المدينة تضل تتنفس. كنا عم نحكي هلأ من شوي عن حرش بيروت. حرش بيروت يعني هيدي رواية بتتنفس فيها بيروت، مش لازم تخنق، مش لازم يخففوا من عدد الشجر. نحن عم نزيد الشجر. ما بدنا كمان بالمحيط المباشر للمدينة إذا في بعد أحراج، إذا في بعد شجر موجودة، نحن مش لازم كمان نخلي البطون يرجع يحل محلهم. تضل هالمدينة فيها نتفة أكسجين، ما يطغى علينا الغاز كربونيك والتلوث بيزيدوا، بس بدنا نعمل توازن بين اثنين. لذلك نحن هلا وهيدي شغله من المشاركه ومن التواصل،
يعني رح يصير في تكليف لمكتب هندسي تيدرس تنظيم جديد للمدينة، بيدرسوا بيحط رأيه، ونحن يعني هالتنظيم بده يواكب حركة التطور اللي صارت والإنماء اللي عم بتصير، بس بالوقت ذاته بدنا نضل محافظين على الحياة النظيفة حولينا. بس يخلص المشروع يتقدم، قبل ما يصير في اعتماد له ضروري ينطرح للعلن لكل الناس تشارك وتبدي رأيها، لأنه قد ما أعتبر حالي أنه أنا بفهم، لأنه أنا اليوم موجود المسؤولية، يمكن بعتبر حالي بفهم أكثر بهالشغلة الموجودة بين إيدي، بس هذا الشيء مش صحيح. كل شيء منوزع الفكرة على عدد من الناس، كل شيء بنقدر ناخد نتيجة أفضل بمجمل الآراء، ونعتمد اللي هو بيعطي النتيجة اللي بدها تستفيد منها البلدية، بده يستفيد منها كل مواطن بقلب جبال. هذا الموضوع نحن من أول يوم بلشين فيه، يعني ما في مشروع نعمل إلا ما صار فيه أخذ وعطى مع الناس. مثل ما قلت، يمكن هلأ شفت أنت أنه على الفيسبوك بيج بجوز في شوية بطء، لأنه عاملين لنا هاكينج على الفيسبوك تبعنا، عم بيعالجوه بالآخر، بس كله حاضر. يعني نحن من 2010 لليوم الأكيب اللي عم بيتابع نشاطات البلدية على الفيسبوك أو على الويب سايت تبع البلدية صار أكيب كتير مهم، صار عنده خبرة وعم بيتابع أداء التفاصيل. وبالعكس نحن رايحين أكتر من هيك، يعني مش بس رح نعتمد عليهم، نحن اليوم في عنا شركة كلفناها لتدرس أبليكيشن على السيلولر. الأبليكيشن هيدي مقسومة قسمين، قسم بلدتي وقسم بلديتي. بلدتي يعني أي مواطن بيقدر هو يفوت يعمل ريجستريشن لقله، بصير اسمه موجود، بيحط صورته وبيقدر يفوت ياخد معلومات. بلدتي بيقدر ياخد كل شيء فيه معلومات بالمدينة، معلومات بتتعلق بالقطاع السياحي التجاري إلى آخره، حتى التعليمي، أي معلومات نحن فينا، هيدي الداتابيس تبع المدينة رح تكون موجودة. بلديتي هون موضوع الشفافية والتواصل، إنه نحن رح نفسح مجال للمواطن يفوت من خلاله على البلدية، يتعرف على المشاريع، يتعرف على جلسات المجلس البلدي، شو في عنا نحن جدول أعمال لقلنا، القرارات اللي بتصدر إلى آخره. يعني بدل ما يصير حيط، ما يكون حيط مثل أيام الأتراك، رح يصير ديجيتال، بيفوت كل واحد يقدر يطلع عليهم، الحسابات، المشاريع اللي بتنفذ إلى آخره. وزيادة عن هودي، حتى بدل ما نعذب المواطن يجي عدة مرات على البلدية وقته ومجهوده ومصاري وسيارة رايحة وسيارة جاي إلى آخره، هذا صار فيه يقدر يفوت يعملها. مش هلأ عم نحضر المشروع، بده بعد شوية وقت بنصير من خلال السلولار نقدر نفوت نعرف كل واحد داش عليه ضريبة، إذا عنده طلب رخصة للبلدية بيقدر يفوت يقول له شو المستندات المفروض يحضرها، بيحضرها يو بيعمل له أبليكيشن يعني أونلاين، بيقدر هو يعبي الطلب تبعه، وبيضل في متابعة من البلدية لإله من خلال التليفون. يعني عطول في هالتواصل السريع بين البلدية وبين المواطن، هذا اللي نحن ماشيين فيه. مشاريع جديدة في عنا كتير أفكار، ونحن مش عم نتكل بس على أفكارنا، يعني يومية يومية صراحة يومية نحن بنستقبل على القليلة مجموعتين. عم بحكي عن حالي أنا ونجوى وعماد اللي عم نتابع، يعني تقريبا يومية الشغل البلدي يومية في عنا على القليلة مجموعتين من الأشخاص عم يجيبوا أفكار يطرحوها علينا، وكله هذا لمصلحة المدينة. يعني مثلا اليوم استقبلنا جروب، كان هذا تاني اجتماع نحن وياه، عم يجي يقترح على البلدية انه تغير الإنارة العامة تتحول لليد. هيدي بس لوحدها بتوفر على البلدية 60% من قيمة فاتورة الكهرباء، وهذا الشيء اللي بيفاجئ. يعني انا حقيقة تفاجأت، يعني عم ندفع نحن 200,000 دولار بالسنة فوتير كهرباء، فوتير بس، مش عم نحكي
الصيانة تبعهم إذا لمبة احترقت إلى آخره الموظفين شو بيقبضوا؟ الميتين ألف إذا وفرنا فيها نصها عم نوفر 100,000 دولار. يعني مشاريع مماثلة من هالنوع يومية عم يجي أشخاص يقترحوا علينا مشاريع وخاصة شباب، وهذا الشيء اللي بيفرح. يعني وصلنا الوقت يمكن في ناس شكت بقدرة لبنان على النهوض، بالعكس نحن عم نشوف العكس، لأنه من خلال الشباب اللي عم نتلاقى فيهم في عنا أفكار جديدة وكلها بناءة وكلها أفكار طموحة. يعني موضوع النفايات لنحكي شغلة بسيطة، موضوع النفايات استقبلنا شباب طلاب جامعيين وصديقه لابنه لبيير صديقنا، يعني شاب خلص جامعته عمل جروب بده يعالج نفايات الأورجانيك، عمل هو دراسة وقدر يطلع يلاقي بكتيري يحطها مع النفايات العضوية ويقدر يعمل منها أسمدة. يعني عم أقول هالشي هذا كرمال أنه نحن حاضرين تنستقبل أي فكرة، فكرة مشروع مفيدة للمحيط المباشر تبعنا، مفيدة للمدينة، وهذا عم يكون مثل مثل لكل لبنان صايرين عم يشوفوا شو عندها بلدية جبال تنعمل مثلها. وعم نستقبل كتير بلديات يجوا ناخد ومنعتي نحن وياهم، بياخدوا أفكار من عنا بناخد أفكار من عندهم. يعني هيدي عملية الانفتاح على الأفكار نحن حاضرين عليها بأي وقت من الأوقات، وخاصة إذا بدك من هلأ نبلش نعمل لها إعلام تيحضروا حالهم، وباللقاء الجاي نحن ناخد هالمعلومات هيدي. يعني أنا حاضر لنستقبل أسئلة طبعا نعمل مثل المرة الماضية. لا آخر شيء بس الويب سايت القرارات المجلس البلدي، هل حتنشون على الويب سايت؟ انه عملت ابلكيشن كثير منيحه، بس هل ما حت مثلا الويب سايت ليه ما بتستخدموه لنشر القرارات عليه؟ بنحكي فيها ما عندناش مانع، انه القرارات هيدي منا سريه. ايه بعرف، بس قصدي بس كانت قصدي وبطلت موجوده، مع انه في سكشن عندكم. لا صار في هاكينج. اوكي، هلا ناطرين تيعالجوا موضوع الهاكينج. انا افتكرت الفيسبوك، قلت الفيسبوك فافتكرت. لا على الويب سايت كمان. على الويب سايت اوكي. مش بس هيك، يعني حتى عندنا افكار انه نحول هالبلدية تصير مثل اوروبا. يعني لما بيكون في جلسة مجلس بلدي يعلن جدول الاعمال قبل بوقت الناس تعرفوا، انه ليش انا بدي احكي بموضوع وضل مخبى ما حدا بيعرف فيه، اذا في من اي نتيجة سلبية تجينا قبل نوفر حالنا الاخطاء. ولما بينعد المجلس البلدي في بعض بلديات بتخبرنا نجوى انه بيعملوا قاعة مثل هيدي بيحطوا فيها تلفزيون، يعني يمكن مرة بالسنة أو مرة بالسنتين مرة بالشهر، ما بعرف كيف بتصير، إنه بيدعوا المواطنين يجوا يحضروا جلسة مجلس بلدي على التلفزيون، نحن قاعدين فوق وهن بيتابعوا المناقشات، إنه شغلة حلوة كتير. نحن حاضرين لأي سؤال تنجاوب عليه أو فكرة، أو منا نشجعكم يعني. ميكرو؟ لا ما في ميكرو، اتس فاين، حيوقف يحكي. مش حاجة. مش حاجة. أنا مش مشان. يا. أنا مش. تعرفنا بحالك بس. أنا فؤاد بنليز. إيه. ما بندخل بشبهة بس كان جبال 30 سنة. عندي. نصك بشبهة. عندي أملاك بشبهة، بدفع ضرائب وكل هيك. بحب من البلدية وكنت أقول له الرئيس فترة يشاركوا المواطن المقيم. ممكن نحن كتار صرنا بشبيل أكثر من أكيد أكثر من أهل جبيليين، هاي عم بسمعها أنا من ناس كتير حوالي، إنه المقيمين لازم يعرف شو عم بيصير، يتشاركوا شوي، يندعوا على بعض الاجتماعات مثل ما أنا هلا عم بجي، يعني بتشجع هيك، إنه هاي منيحة كتير، لأنه نحن الأكثرية المقيمين وراح يصيروا بعد أكثر الغربيين. يعني مش ضروري يكون له 30 سنة، حتى اللي بيقول له ممكن 5 سنين يجي على جبال وبده يعمل استثمار 100,000 أو 50,000 أو شيء، إنه لازم المقيم بجبال يكون كمان له رأي. هلا قانونيا يمكن ما له حق يصور كفلان وفلان، بس يكون له رأي بالإنماء والإنماء فلان. نحن التواصل أنا بحب تصير مش عم بيكون محصور لفئة معينة، يعني للي تذكرته نجبال نحن مش عم نتواصل معهم وحدهم، عم بيكون التواصل عام. هلا
يمكن ببعض الأوقات بتلاقي رسميا أنا بدي إنه تصير شوي توجه لهم دعوات بعض الأحياء بعض المقيمين القديمين هيك غير إنه أنا على فيسبوك عم شوفكم وعلى الصايف وكل شيء وبيجي وبحضر وبتعاطى ومجتمع مع كل الشباب مش باين بس إنه في ناس يعني أوقات حتى بيستحيوا أنت جيت ليش أنت بده يستحي لما يجي ما بعرف بدها شوية تشجيع أكثر أوكي انضوا عليها هيدي بس يعني فكرة انطرحت يعني أنا ما فيني أكد لأنه يعني ما بعرف بس الفكرة أنه بالفوكس جروب اللي صار أحد المواطنين طرح أنه حتى الأس أم أس بينبعت تنويح لي بس ما بينبعت للمقيم إذا أنتم عندكم شيء بتبعتوا أس أم أس دعوات بس بتكون للناخب مش للمقيم مع أنه المقيم عم يدفع ويمكن الناخب مش موجود بجبال يعني أصلا مش موجود بجبال ما عم يدفع ضرائب هلا أنا ما عنديش معلومات عن اللوائح اللي ينبعث لها اس ام اس بس نرجع نطلع عليها بس هيدي مهمة يعني ايه ليش لا ليش لا مش بجبال أنا ما بعتقد هيدي بس هيدي لقول لك ليه مهمة يعني مشكلة لأنه هيدي عم تخلق يعني هيدي بتخلق بشكل غير مباشر عم هيدي منيح حاجات بلدية طبعا عم تخلق بشكل غير مباشر شعور إنه التمييز بكل هيدي بتشوفها بس أنا مش أكيد منه هالورق أنا عم لك انطرح قدامنا وكرمال هيك ضروري كنا نطرحه كمان لا انا كنت بيوصل لي اس ام اس ما بعرف اذا كان لي شيء بيوصل لك اس ام اس واو بس الاس ام اس طبعا بس ما بعرف اذا كنا الاس ام اس يعني عم نعمل قصه من الاختيار يعني يوصل بعد الاس ام اس اوكي انا بدي بس يلا بعده يعني بودي اس ام اس اوقات نعلق يافطار اوقات بنحط على الفيسبوك اوقات بنحط على الكلاك على الويب سايت انه هدول بيكون نشاطات عن جد مفتوحه للكل ونحن بنتمنى يجي من المقيمين يعني انا عن جد اوقات بصوت كثيرات ضل فتش انه على ويح ناس يصير في عندنا لائحه ملتزمه من المقيمين وبنشبه من الكل ومن هيك اسمع شيء ومن هيك كل النشاطات نحن بنحط يافطين ما بنكتفي باس ام اس وبنعلن عنها بالكلاك وهيك يعني كمان بنحب الناس هلا بيجي كثير ناس من برات شبيه بس انه انا بتساءل ليش لا بس انا بتساءل وانا شبيرية المقيمين لازم يجوا ما في شيء ما في شيء بيمنع انا اسمي خالد كريس عضو مدينة جبال انا بقترح ان نعمل مثل سيستم اوروبا شيء اسمه ايبرجمون كل شخص بيسكن بالمنطقه الجغرافيه بمدينه جبال وغير مدينه يجي يسجل اسمه نعمل له يصير عندنا داتا كمبيوتر كل المقيمين مش بس في المدينه يعني هو يجي يعرف عن حاله ويصير عندنا داتا نقدر نبعث له نتواصل احنا وياه يعني هو المواطن اللي قاعد بس بيدفع تكاليف يعني في مكلفين انت عندك اوريدي داتا مكلفين السكن بس انا بفضل انه يجوا يعني مكلفين الديون ايه يعني انا ساكن ببيت مكلف خالد لبيس بس مين ولادي مين مرتي ما بيعرف المفروض يجي كل واحد ساكن بالمنطقه يسجل بتبع مين بطل اسمها ايباج نون يعني انت سكن بهالمنطقه ساعتها بصير اسهل بتعرف الاعمار اللي عندك هلا انا قلت لي قديش عدد المقيمين بجبال بقول لك ما بعرف انا عضو ولاد جبال ما بعرف بعرف بكتب شيء تقريبي يعني مسح ابديت خالد هيدا الموضوع نحن يعني هذا مش بس بلدية جبال بلدية البنية نحن اليوم عم نحكي عن بلدية جبال بلدية جبال مش مثل كل البلدية اسمع فأحسن انه كل العائلة تيجي تسجل حالة مش بس ربنا لا نحن هيدي من خلال مكلفين اذا نعرفها ومفروض ينعمل احصى عين بس تعرف احصى عين بس تعرف ليش عنده عين ما بلا ما رح نعملها هلا في عنا مشروع للجي اي اس يمكن باول جلسة بينطرح او الجلسة الثانية تناخذ معلومات كاملة عن المدينة كاملة وشاملة يعني بدءا من المواطنين كلهم كل بيت بيته لحديد المعلومات الثانية الكهربائية التليفون الانفراستركتور كله سوا بده يكون موجود سينار مثلا اذا في مقعدين اذا في اطفال اذا في ختيارية عجزة نعرف كل المجتمع السكن هون بيدخلوا فيهم اكيد تفضل عرفنا عن جوزيف ميسيون عضو مجلس بلدية كمان أنا كمان بدي أضيف إنه بتأمل الانتخابات البلدية الجاية يكون المقيم عنده حق انتخاب. هذا قانون عام. قانون عام. بتأمل شو صار لهالشغلة. هذا الفكرة انطرحت عدة مرات إنه على الدولة اللبنانية إنه بكل بلدية مع المجلس البلدي يكون في ممثلين عن المقيمين. بس هون بصير بدهم يختاروا بين ضيعتهم الأساسية وبين نطاق سكنهم. على كل حال هذا موضوع عام يعني نحن ما فيهاش البلدية وزارة التخطيط بدنا نعوض عنه بالفكرة اللي قال عنها سؤال أو عم نحكي عنه نحن
مشاركه هالمقيمين معنا بالاستشاره بالحضور بكل شيء. لو هو واحد من اسباب كمان هذا المرور هيك كانوا من بيروت وضواحيها، كانوا يعني بيعتبروا انه تغيرت يعني تغير الديموغرافيا ما حتبقى مثل ما كانت، يعني هذا السبب. كل مالك معرب لازم نعمل استثناء انه كل لبنان ما عدا بيروت مثلا كانوا حبوا بعض. مين بعد العنصر النسائي قليل اليوم بس حابين نسمع منكم كمان. إذا ما في حدا في يلا أكيد بدي أقول نحن إنه من أول ما جينا أيوب يعرف إنه في عنا هم كيف نشبك الناس. بأول سنة نحن عملنا بشي يعني إنه لا بالمشاركة في كتير عوائق خاصة وقت بتكون أنت فايق بالعمل البلدي لأنه فجأة بصير الشغل منه مكفى ومش قادر أنت تقوم فيه ونحن بنعرف الكادر الوظيفي اللي موجود بالبلدية قديش بيقدر يدعم وقديش الحدود اللي بيقدر هو يقوم فيها والأنشطة اللي بيقدر يعملها. فنحن كنا عم نجرب نجيب مشاريع يعني كيف انتو يكون في عنا حدا بس مهمته يشتغل مشاركة مثل بالبلديات الخارجية برا، يعني وقت نحكي بلديات برا بتشرك وقت تشرك في عندها ديبارتمون كذا موظف بس همهم ووظيفتهم انه يشوفوا كيف بدهم يشاركوا المجتمع المحلي. هذا الشيء اللي نحن بنفتقده. ونحن المشروع اللي عملناه وقدمناه على الاتحاد الاوروبي مع الاسف انرفض. في فكره ثانيه للبيدجيه بارتيسيباتيف كمان، يعني في كثير افكار للمشاركه مع الاسف مش قادرين نحطها بالتنفيذ لانه ما عندنا الموازنه اللي بتسمح انه نفرغ الشخص هو يكون متخصص بهالمجال متفرغ وقادر هو يعمل انيماسيون ويتابع مثل ما انتم عملتوا. يعني موازنه على قديش الفكره قد حطيتوا البادجت على كنا حاطينه على سنه هو هيك كان مطلوب مشروع وكان المشروع فينا نعرف قد البادجت تبعه بال100,000 وبعده البروجي مكتوب والفكره كانت انه مش مثل ما عملتوا انتم لانه يعني الفكره تكون انتم عملناها نحن بجبال ب 98 كانت اول بلديه بتعملها انه نحن نعمل بحث سريع بالمشاركه. وين عماد وجوليان وكذا حدا كان معنا عملنا بحث سريع بالمشاركه صاروا اعداء الهدف كان منه انه نعمل لائحه بحج باحتياجات المجتمع المحلي ونعطيها للبلديه ونجي للبلديه نقول لهم نحن حدكم كمتطوعين بدنا تقولوا لنا اي مشروع نحن بننفذه البلديه كانت تعطي موازنه. هيك تنفذ مشروع واحد ومشروع ثاني كنا رح ننفذه انه مش عارفين بهالتفاصيل. فكرتوا تقدموا عملتي بما انه مبي لانه كان وقت الابيل ا بارتيسيباسيون يونيون اوروبيان المبلغ كان بحدود ال 100-110,000 دولار بالمية اكثر والفكره كانت انه ناخذ 25 شاب وبنت بالنص مقسومين الهدف انه ندربهم تصيروا اعضاء مجالس بلديه يعرفوا كيف يصير العمل البلدي ما نفوت ببحث سريع ومشاركه وليست مشاريع عاملين خطه تشاركيه نفوت اكثر شو هي وظيفه المجلس البلدي كيف عم تتاخذ القرارات كيف نفكر مشروع كيف نخطط لمشروع ونعطيهم كل سنه يعني اول سنه نعطيهم 10,000 دولار تهن ينفذوا المشروع مرورا بالمراحل الاساسيه. اذا عندك حدا يمولو انا هلا بطلع لك المشروع يعني عرفت يعني ديدلاين بعد 13 يوم بدك تتحرك بسرعه ما نتحرك بسرعه عندنا 13 يوم لنقدم لك شو عم اوكي بس اذا بس لا يعني احنا في عندنا هالهم ما نتناقش بس الفكره انه في هيدا الطرح نحن في هالهم وهمنا اكثر انه نحن هلا في بعد 6 سنين لازم يكون في عندنا مجالس بلديه نساء وشباب حاضرين يفوتوا يشتغلوا. ايه مكتوب يا اما نناقش بالمكتب بس عم بقدر تجي بس يا اما نساعدكم يا اما ممكن معكم ما عندنا مشكلة بس بهن يعني فكرة المشروع هاي اكيد ما هي بتهمنا هيدا اللي احنا الهم تبعونا كمان حدا رياضي قديم سنة 88 88 كنت موجود كنت تعرف موجود في تقلي كثير للرياضة موجود بتأسف انه هالايام صفر ما بعرف البلدية شو وضعها تجاه الرياضة لأنه يعني الولد هلا 12 سنة يروح على أي نادي بلاقي ما في شيء يقدر يتمرن فيه ولا يلعب بدك تكون في اجتماعات كلها عم بتصير عن الحجر والبيتون والشجر وكل هالفريقات الصغار فلتين بقلب سوق شبان وما بعرف وين وين وأي نادي بروح تتمرن فيه ما في مرة بالجمعة أو بدون 100,000 مع العلم أو 200,000 مش هالمصاري بس ما في تأمين للفريقات الصغار الموجودة بقلب شبان مثل ما كنا ايام زمان موجودين
أيام زمان بقى 4000 5000 موجودين بقى عندي. وحضرتك تعرف ديال مراد بيعرف كل شو القديم. يعني اليوم للأسف إنه بقى في ولد بتشوف عم يروح يركض عنادي أو أهل بيكين ولا ابنهم عنادي. صار عنا لاعب مدرب سوري مدرب عراقي 3-4 لعيبة أجانب بس كريم ماتش بيعملوا لبنانية برا. هيدا شيء مش مقبول. وين دار البلدية؟ أنا مدرب معي 5 شهادات مدرب دولي ولاعب دولي مش قادر درب بناتي. هيدا مش عادي. كيف هالمنطقة البلدية عم تتعاطى مع ولاد جبال؟ بس بالحجر؟ بالحجر معهم وبالبيتون معهم وبالزفت معهم وبالانتخابات معهم. بس وين هن تجاه قسم من العالم؟ كمان لاعب فولي بول. انت شو كنت تلعب؟ باسكت بول. كنا سوا بنادي بيبلوس. اللي هلا نادي بيبلوس مؤسسين نادي بيبلوس مش سوا. يعني حبوا شغله وايوبات هو الشخص اللي اسس نادي بيبلوس بجبال. مش وحده كمان كلنا اسسنا نادي. اساس حضرتك مش وحده يقول نحن عزلنا معك في نادي عم شيء. يعني انا عم بقول خلينا عمل ربع اللي انعمل بهذيك الايام ترجع ترد هالبركات بتمنع. انا ابني هلا الكبير ما قدر نادي يتمرن بنادي قدر مرن وهلا ابن الصغير سامي سبيته 20 مرة ابني عم بحكي عن ابني مش عم لاقي بيقولوا له مرة بنادي بيبلوس واذا بيقدر وفي 50 لعيب هذا شيء ما ممكن. بدهم يبني اجيال وتتماشى مع هالايام بدهم يشوفوا هالبركات وين رايحة. مش تفرق بقلب سوق جبال ابني بيركض بقلب سوق جبال او بالجنينة مش محلهم بالجنينة. هي محل الأندية. مش لحظة هذا الموضوع مسؤوليتنا إنه نساعد الأندية تتقدر هي تحوط تحاوط هالشباب وهالفريخات تأمن لهم النشاط الرياضي. نحن عم نشتغل على عدة جبهات بموضوع الرياضة. أول شيء عملنا مجمع رياضي اللي نحن كلنا من زمان نحلم فيه. عمل مجمع رياضي اتحرك فيه بحدود 3 مليون دولار صار موجود وهلا في نادي بقلبه في بيسين شوفي 25 متر طولة بالمنطقة كلها ما فيش منها. هيدا الموضوع بده تحريك بين إدارة المجمع الرياضي وبين المواطنين وبين المسؤولين عن الأندية. بالأندية على مستوى الأندية البلدية عم بتساعد الأندية كلها عم نقول لهم وقفوا عجريكم اخدموا شبيب تجبال شو عايزين نحن حاضرين. نادي بيبلوس نادي مارجريس نادي حبوب نادي المريميين يعني كلهم البلدية عم بتساعدهم وعم بتحط البلدية بحدود 150 ل200 مليون ليرة بالسنة مساعدات كرمال تيضلوا واقفين ويخدموا الشباب. نحن ما فينا نعمل نادي. عرفت كيف؟ بس فيكم توقفوا الانساءات وتشوفوا نتائج طبعاً. ما فيك تدركوا لنا أنا ساعدتهم بس الأشخاص الموجودة ما هم من ذات جبال. جب لي بس حرع من ذات جبال عملوا كتاب لي معكم حتى أشوف بها النوادي الموجودة تشفي أشخاص من الجنادي ما جبال هلا هون فينا نحن نقترح شغلة إنه نخصص مبلغ لإنشاء رياضيين جبيلية جديد. يعني إنه تكون الشغلة من سكان جبال ومن اللي هن نفوسهم جبال يعني ينشئوا رياضيين جبيليين مش بس نتكل على الكبار. يعني وأنا بتصور إنه الأندية بأعمار صغيرة ما كلهم ولاد المنطقة من وين بدهم يكونوا الكبار. الفرق اللي بتمثل الأندية إن كان درجة أولى باسكت أو فوليبول أو درجة تانية عم بيطعموا بناس من برا. هذا الواقع جديد إيش فيك تعمل فيه؟ عليهم يعملوا هني نشأوا شباب وصبايا جديد. نحنا عم ندعم ماديا كرمال تهني يقوموا بهالدور. هلا رح نرجع نعمل كنترول عليهم ليش لا؟ تعرف ممكن ندعي لاجتماع لكل الأندية واللي بيهموا الوضع الرياضة ونحط خطة يعني رياضية للمدينة. المفروض
ما بيصير هيك بصير شيء محصول صار لا هلا كل مصدر بالفرق الكبير يعني يحكوا فيها انه الاجهه بيحط محل ثاني بتمرن طول السنه بس يصار على المش بتقعد على البنش برا شو عم يتفرج عم صارت قوانين عامه احنا علينا نعمل خطه نشر نعمل خطة للمدينة للنشئ الرياضي بعدين نحن كمان على مستوى البيسيكلات رح يصير في عنا مطرح بيروحوا للولاد مخصص مسكر طريق مسكر للبيسيكلات تيجوا يتعلموا فيها وهيدي بداية رح يصير في عنا وتركبوا بيكونوا كلكم شفتون اللي بده يستأجر بيسيكلات بجبال ورح نزيح الطرقات يعني خط مسار للبيسيكلات اللي بده يطلع عليها عملنا ماراثون من سنتين والسنة في عنا مشروع جديد ماراثون للرياضة عنا يعني صرنا عاملين ثلاث مرات بايكاتون يعني مهرجان للبيسيكلات بجبال وهلأ السنة طلبنا من الناس يحضروا لنا مشروع بيتش فوليبول دورة دولية عنا بجبال على الشط وصرنا سنتين عم نستقبل قبل دورات بالبيتش باسكتبول يعني وعم ندفش الأندية كرمال تيشتغلوا رياضة وعم نأمن لهم المساعدات تيكونوا واقفين على عجريهم هلأ الفكرة الأساسية اللي تنطرح أنه نحن يمكن نعمل مؤتمر رياضي لجبال ندعي الأندية كلها وكل المهتمين بالوسط الرياضي ونطلع بفكرة ونتابع تحقيقها أي ضروري احنا بدنا اولادنا يطلعوا مش ما احنا طلعنا احنا بدنا نشوف هن مش واحد انا يا عمر ثاني يا روسي عليه بطول ماشي انا حتى اللي بطولة عاملين جبال انا مع نقول جبال بس انا في ثلاثة او اربعة اجانب كيف بطول جبال نحن عيالنا كان في جون شارب معلش الموضوع خارج عم يتطور لا مش خارج بس كان في جون شارب كان في مروان شارب كان يقولوا أبطال جبال شارب البلاد إكس البيت حزي أو عم شيء بس اليوم مين في أبطال تب بطولة جبال تب بطولة نادي مشمش مع شارب من برا مشمش كيف تب بطولة نادي مشمش يمكن اليوم شبيبتنا مهتمين بغير شيء فيسبوك وارجيلي طيب. انا بس فكره شيء مش مضبوط يعني بدك بقى بتقول الفكره الجزات كثير من البلديه نحن حق موقفين بس في الجيل الجديد بدهم يفوتوا بالحيطان اذا ما وقفوهم طيب. بالرياضه نحن واقفين حالنا بخبرتنا بدون مقابل ما بدنا مصاري طيب. بس ما المشكله طيب ما في شغل بدهم يكون سفتات والحجار عن الشطر عنهم او الظهر ما بعرف شيء طيب استاذ كمال لكن الفكره انطرحت هلا عندنا طرحين حلين في الحل اللي قالوا انه بلكي بنلتقي مع اللي بيهمهم الرياضه والانديه الموجوده وبصير في نقاش وهذا بظن مهم والحل كمان الثاني باللقاء الثالث اللي حيصير اذا في طرح انت لك خطه لتفعيل هذا الموضوع يعني هذه المشكله هلا كيف ما نفعلها يعني اذا فينا نتواصل معك لنقدم رؤيه باللقاء الثالث ونشوف كيف فينا نتبنى هيك بنكون عم نفكر حلول اوكي هيك بنكون عم نجرب مش خارج الموضوع بالعكس ضمن الموضوع بس ما بدي بس ناقش هالموضوع يعني هالفكره هلا وخلينا نشوف كيف ما نعالجها نجم شو هي السؤال من طرح شو وظيفه الرياضه هلا في ايامنا كيف احنا عم نتعامل مع الرياضه واي رياضيين بدنا وشو عليك الشباب بالرياضة بمدينتنا نحن كبلدية لازم نحضر مؤتمر رياضي وشو لازم نحضر مؤتمر رياضي ضروري صح؟ أنا في إشكال مش مهم فيها لا مش مشكلة بس هو شو المجالات يعني وين عم بيروحوا الشباب لأنه هي الأندية بتتفقد وهي بدها تحمي صح وهي بدها تمنع يعني بيروت مثلا على الأرجيلة اليوم يعني بيروت للأسف يا أرجيلة الشباب يعني قهوة مطعم يعني الفكرة الشاب مهم يكون عنده أو الأتاري والجيمز يعني المهم يكون عنده خيارات هو يختار بس المهم الخيار يكون موجود مين بحب بعد يطرح موضوع شو ما عندكم شيء ما فينا نطلع شيء أنا حبيت البروجيل على العرض مدام نشوة اللي هو أوكي صار عندنا فكرتين أوكي بما انه ما بدهم يحكوا عم نحاول عنصر النسائي ورا وقفت شوي بدك تحكي يلا عم تنقذ الموقف ايه مرسيل لحوي ايه انا عايشه بجبال
بشارك بطريقه، بس مظبوط انه مثلا بس يكون في ايفنت بينحكى انه مثلا انا كشركتي كان في مثلا بالماراثون كان في ديسكشن انه اذا نشتغل معه، قالوا انه البلديه بتفضل دائما بتدعم اللي من الجبال انه تشاركوا مثلا انه يشتغل مع هاي الشركه، انه مثلا نحن بتفضلوا تشتغلوا مع ناس من الجبال. سو ما نحن دائما كبارت انه هيك يمكن الفيدباك يمكن تصرفوا لي اكثر هيك من الشركه وقتها كانوا انه نحن سمينا كذا اسم هن بيفضلوا البلديه تتعاملوا معهم مع انه هو من الجبال. اوكي هيدي بارت اذا كان واحد يعني عايش في جبال وما هو من الجبال. في بارت ثاني كدعم مثلا مطاعم، واذا بتلاقي مثلا استقطاب سواح على جبال شجرة حلوة استقطاب عالي. دائما ابن جبال مثلا وين شو اللي اول ما بنتخرج من الجامعة وين بدنا نشتغل؟ دائما بيروت يعني لانه يعني هون ما في شرب ومش هيدا الميجر اللي بتلاقي فيه وما في شيء يعني دائما وعم نتطور لنكون انه استقطاب لمطاعم لمش شركات ما في دعم مثلا للبزنس يعني اولادنا بس بيتخرجوا دائما حيروحوا على بيروت لانه يعني الفيجن اللي بعدين انه بعدنا عم ندعم المطاعم السياحة هي مهمة بس في بارت تاني اللي نحنا كمان بهمنا انه يكون في دعم للشركات للناس تفتح بزنس هون ليكون في يد عاملة عم تشتغل ولاد جبال منطقة جبال يشتغلوا يلاقوا فرص عمل بجبال هيدي كمان يكون في إلها بارت بحس انه تكون إلها شيء يعني رؤية او تاخذ بعين الاعتبار. عندي شركة كوميكس اسمها بروموشنال براندينج. بس انا بدي اسالك ما تصدقي كل شيء بتسمعي تعي اسال عن جد هيك كمان يقولوا عرفتي انه اوقات الناس لا بس اسمع مثلا ما جبت يعني الماراثون يعني وقتها هيدي كانت انا صراحه نحن مثلا ما عندنا كلاينتس بجبال انا كل كلاينتس تبعنا بيروت بس انه نحن لوكيتد بجبال هيك عم اقول لك تعي اسال اذا بدك تشاركي بايفنت وهيك نحن ما في هال بالرغم من انه لانه يعني سموا لي الاشخاص انه هيدا من جبال نحن عم نزمطع بس انا ما في مثل هيك مثل ما جيت اليوم على اللقاء وانا مبسوطين فيك هيدا انا يمكن انه اي بارتيسيبيت مع نحن مثلا لا نحن ما بعرف اذا في عندك افكار فيكي تجي على بلدي استفسارات عن نشاطات عم بتصير تعي اسالي مثلا في بارت ثاني مثلا ما انه ساكنين بجبال مثلا نحن المنطقه اللي ساكنين فيها مصنفه على اساس منطقه جبليه معطوط حدا رخصة مشروع زراعي خيام وخيام لا هون بقلب جبال حوالي المصفية يعني منطقة صنفة سوبر دوليكس يعني جينا مثلا شخص أنا جيت على البلدية بدك تقدم بدي مضي كل البناية ليعرفوا إنه ما في في شرطة فيها تشوف إنه في صار مخيم للشغيلة مع خيام زراعية إنه ليه نحنا بدنا دائما إنه ما أنا جيت لا بدي نقدم كل الطلب وروح على البناية ومضيهم كلهم لقدم هيدا الطلب إنه كل واحد زيحة عن ظهره وبعدنا صارنا كذا سنة في مشروع زراعي منعطى رخصة صار في بدل أودة شغيلة بيت شغيلة هون بقلب جبال بيت مش بيت يعني بيت مثلا باب مدخل بنايتنا صار فيه خزانات وبتعرف ما له منظر ومنطقتنا مصنفة سوبر دوليكس يعني هي أول المصفية مشروع جان خوري أنا هيدي البارتي اللي إنه في شرطة فيها تشوف مش دايما نحسب وحتى لو أنا جيت قلت مرة إنه لازم أقدم طلب وأعمل عريضة وفت إنه موجودة بس هي بلدية تتحرك هي أساسا كان في مشاريع زراعية أغنية عنا جمهور لا لا ما كان ما كان في خيام بلد كان خط زراعي شغيل هي بيرموز لا لا هي المشروع طلع من كذا سنة المهم تواجد للقرى لا مش مشكلة حتى لو في لا هو العمار هو اللي بالموز حد الفراغ إذا عرفت إيه معروف مش لازم يكون في هالقد بيوت إيه هل قلنا عنه يعني إنه في خيام فيها تكون الأوضة محطوطة مش بوجه البناية فيها تكون محطوطة بنص الأرض مثلاً فيها تكون شوي ليكون وين وين سيتويشن مش كل نحنا مدخل بنايتنا في عنا الخيام تبع يعني بيت الشغيلة اللي هو صار بيت وعيال و هذه في كذا شغلات صارت
معك في ولا استثنائي اليوم بلبنان صرفوا 5 سنين يمكن ما بعرف ليش بضل بكل الاحوال ضلوا شغل ثاني عم تحكي عنهم في كوميونيكيشن ما صار اكيد حقك وحق كل مواطن لما بيكون في شغله غلط حد بيته بيبلغ فيها البلدية من دون ما يروح يجيب عريضة ويمضي كل سكان ولاية والحي البلدية تتحرك تبعت شرطي يتحقق ويعمل رابور ويجي وتاخد إجراء يعني هيدي أقل شيء الكوميونيكاسيون مقطوشة يعني مش عارف وين جيتي خلينا بس نحكي واحد واحد لأن لا في إلى أصول هاي مدام مارسيل أنا بتمنى عليكي على بكرة إذا بتلفني على البلدية تحكي معي تنشوف شو الموضوع ونحن ما نعالج وقد شغل قد يعني اللي بيكون في شغل غلط بدنا نتحرك طيب طيب يعني على الأقل يعني على الأقل هو الأشياء البسيطة منيح تتوضح يعني على الأقل هيدا بتساعد إنه ينطرحوا في ناس بيفكروا البلدية بعيدة عن الإيد يعني وهيدا وهاي اللقاءات هي هدفها يعني يلا نسمع بعضنا بس أعطونا 5 دقايق ويلا بنروح على الكوكتيل بس يلا كمان هلا حكيت أنا بموضوع دراسة جديدة للمدينة كلها بيتضمن سطوح بيتضمن البرسبكتيفات الديكور تبعهم البنايات الجديده بدها تطلع وين بيكون في زراعه وين ما بيكون في وين ما بيكون في الى اخره يعني كله بده دراسه عامه هذا ساعتها قلت لك انه نحن ما رح نطلع فيه ونباشر قبل ما ناخذ راي الكل بس انتم مش عاملين بس لحظة تسمحوا لنا بس لحظة بس 5 دقايق أعطونا بعد بس كمال هذا بده دراسة من ناس متخصصين ما فيك تقول كل الجبال بدنا نعمل أرميد أو ما نعمل أرميد وهلأ في كتير كمان أفكار جديدة لتصير المدن خضراء يعني في كتير أفكار خلي المهندسين يدرسوها ونحن بنجي منناقش هيدي من ضمن اللي حكيناه هذيك الساعة بس سؤال انتم مش اوريدي عملتوا ماستر بلان لمدينة جبال 20 سنة لقدام مش ماستر بلان احنا عملنا استراتيجيك بلان وهلا مش ضمنها كانت الماستر بلان بده مناقشة يعني. وبده تطوير يعني بده ديفلوبمنت يعني طيب هل 23 الشهر منيح لكم نعطيهم فترة تقريبا شي 23 يوم لنحضروا مشاريع الخميس بكون الساعة 7 بنحدد بعدين إذا هون أو بالمكتبة نحن ما عنا مانع شرط ما يكون عنا شيء بدنا نرجع نشوف فينا نتأكد بعدين إذا بدك عم نفكر 23 شهر كابتلاع أوكي 23 أوكي. شهر إيه. لكن بلكي 23 شهر الساعة 7 من عيدها هنعلق قبل هنشتغل على الموضوع قبل خلص هو في وقت الناس تعرف الفترة يكون سريع طيب ايه خمسة لكن 23 شهر حقلت رحنا بس لكن ننهي هون بس 23 شهر بلكي لقاء خير وبهمنا اللي عنده مشاريع ما ينسى يكفي جوالنا وين لكن جوالنا بس يسجل اسمه
كنا نتواصل نشوف شو في حاجات شو في امور لازم نتغطى في قصص لازم يكون على تواصل اكثر مجهزين باي مواضيع اكثر شيء صار كويس تواصل اكثر معهم واشراكهم بالمناقشات وبابداء الراي في فكره كمال انه يكون في طرحنا نحن نعمل مؤتمر رياضي يضم الانديه مع كل اللي بيهمهم الرياضه تنوضع سياسه رياضيه للمدينه تنشرك اكثر اولاد المدينه والسكان لانه عم بيكون في حضور لاجانب بالفرق الرياضيه صارت الرياضه ما لها علاقه المدينه صارت استثمارات كبيره بزنس بطلت الرياضه بس لازم يضل في تنشئة. ما في محلات شو المشكلة كمان؟ ليه ما عم بيقدروا يفوتوا؟ تمريني بالجمع ما بتطلع لعيبة وفي 60 لاعب لاعب ولد صغير في لاعب ما في اهتمام تشغيل الرياضة نحن هاي الحيز الكبير تندرس تندرس كيف وبالوقت اللي صار فيه مجمع رياضي لازم نضم كل الشباب تحت إطاره تاني شيء في شغلة كثير مهمة معناها يعني أنا زلمة معي 5 شهور لاعب دولي لاعب دولي بأي لعبة؟ أنا لاعب هوليوود لاعب دولي معي 5 شهور تعرف شو المشكلة؟ فنحكي خلينا نحكي المشكلة الأساسية اليوم المشكلة الأساسية الأندية كلها صار همها تروح على الإعلام تتروح على الإعلام عم تحط كل البجيه اللي عندها إياه وكل الإمكانيات المالية اللي عندها إياه على فرق الدرجة الأولى فرق الدرجة الأولى ولا لاعب من بلاد جبال ثلاث أرباعهم من بيروت ومن الجنوب ومن طرابلس ومن الآخرية والربع الثاني أجانب مثلا إجا نادي حبوب بده يعمل فريق درجة أولى طير كل البجيه للأولاد إجا نادي فينيقيا بريان فريق درجة أولى طير كل البجيه للأولاد وللناشئين تحطهم بالدرجة أولى نادي بلاط خبرية زيتا نادي بيبلوس راع على الباسكت بول صار البجيه اللي عنده إيه ولبال مليون دولار إضافية للباسكت بول صارت الناشئة الشباب الناشئة اللي مفترض هن يكونوا أساس لمستقبل اللعبة ولمستقبل الرياضة ولمستقبل الجبال الرياضية مهمشين ما في بجيه لتمويلهم ما فيك تقول لا في البلدية يعني عم تحكيه خطر كثير للجيل الموجود مزبوط بس احنا ما فينا نمنع نادي حبوب او نادي فينيقيا انه ما لك حق يكون عندك فريق درجة اولى نحن فينا نحن فينا كبلدية كبلدية نحط ميزانية حط ميزانية لدعم الناشئة في الشباب هذا بدهم يشتغلوا اما ما فيني اما انا ما فيني اقول له لنادي فينيقيا مع العلم تمنيت عليه قلت لهم حرام ببلاد جبال يكون عندنا 4 فرق كرة طائرة درجة أولى خيي 4 عم بكلف كل فريق 150,000 دولار 150 بـ4 هي 600,000 دولار قلت لهم تنعمل فريق واحد تضامن أندية قضاء جبال نعمل درجة أولى والباقيين خلي هالأندية كلها تلاعب الأولاد مش نحن الأندية لا بادي ما عم ساعد الأندية إيه بشي بسيط يعني نحن كل نادي تقلك كمال خلينا نكون واضحين نحن الأندية الدرجة الأولى اللي هن بالفولي بول حبوب ومارجريس بقلب مدينة جبال وفي عندك بلاط ببلاط وفي عندك حالات بحالات وعندك عمشيد بعمشيد بقلب مدينة جبال في فريقان ميزانية كل فريق فينيقيا ميزانيته 170,000 دولار وحبوب ميزانيته 120,000 دولار بلدية اخدي قرار بتساعد كل نادي ب10 مليون ليرة يعني 7,000 دولار مش قسم كتير صغير من بجي النادي بس شو المشكلة النادي اللي صار محشور تيجمع ال170,000 دولار تيدفع معاشات اللعيبة صارت أولويته غير مطرح بطلت أولوية تدرب الشباب والناشئة هدفه وهمه يقدر يأمن البيرول آخر الشهر تيدفع معاشات الدرجة الأولى وإلا بفله الأجنبي أول شهر ما بتدفع له ثاني شهر بدور المسافر أنا تقلك شغلي شو فيها نعمل وهيدي مش بلدية بده يتكوكب حول البلدية ناس مثل أفضالك عندهم الوقت وعندهم الخبرة وعندهم المعطيات
يتأمن إنه خي نحنا راح نمول مدرسة صيفية رياضية بالباسكتبول أو مدرسة على مدار السنة بالباسكتبول للناشئين وبالفوليبول للناشئين بالميني فوتبول بالسكواش بالبين بون ما بعرف شو وبنقول هاي البجيت بقولوا يا خيي بالسنة بدنا 50 مليون ليرة 60 مليون ليرة 70-50 ألف دولار البلدية بتأمن قسم الأكبر وبتدق البلدية لأربعة خمسة ستة عشرة سبونسورية أعطينا كل واحد 2000-3000 دولار هيك بيصير فيه مخزون مخصص للناشئة بجبال رياضيا وخلي الأندية درجة أولى ضل درجة أولى بعنا مشكلة نحن معه مع العلم أنه أنا عندي مشكلة أنا قلت له حرام ببلاد جبال حالات وعمشيت وفينيقيا وحبوب وبلاط خمس أندية درجة أولى عم بيحطوا مليون دولار على الفولي بول فريق واحد للأجانب أو للغربيين ما فيك تمنعون فيك تتمنى عليهم جمعوني نادي حبوب كمال تنختصر الكلام جمعوني نادي حبوب وهالكلام حكيته إيه رئيس لا نحن عنا هدف وعنا فريق درجة أولى أنت فيك تساعدنا فيك ما تساعدنا شو بدي أقول له لا ممنوع بدي أحلل لك نادي شو صلاحيتي أنا الصلاحية اللي عندي هي الوحيدة إنه يتكوكب مجموعة رياضيين نأمن لهم التمويل اللي بدهم إياه لشبابهم وللاعبيهم ونحن مهتم فيهم محبوب جبال اوكي يعني انا عم نحكي نحن كضد جبال يعني بحب هو ضل خارج الموضوع يضل بس نحن مش هنضل واقفين على الخط في حاجز كبير حابب هو ما قالوا علي ما لا قالوا علي ولا قالوا علي حر نحن بالمقابله رح نشتغل لانه انا واقف بطلع ابني عم يلعب بطلع انا ومرتي وكل طيب يا خلينا نعمل نحن كمان تنختصر الكلام انا جاهز حضروا لي شو اللي مطلوب فولي بول باسكت بول حضروا لي ميزانية لفولي بول وباسكت بول وبين بون للناشئة بجبال وأنا علي أمن لها تمويلة وأنا علي أمن لها الملعب وأنا علي أمن كل شيء بس أنا مش فاضي هذه شغلة الأندية إذا الأندية اهتمامها غير مطرح أنا بعمل لجنة رياضية بقلب بلدية تهتم بها 3-4 ألعاب وأنا بأمن لها تمويلة للناشئة يلا يعني مواضيع كثير هاي نحلها بس أنا ما فيني أقول له الفينيقيا ما تعمل فريق درجة أولى أو فيني أقول له لبيبلوس ما تعمل درجة أولى لا فيني أقول أنا بهمني كتير درب الشباب تيكونوا هن المستقبل بعد 10 سنين يلعبوا درجة أولى بكل هالأندية الجبيلية بس الأندية ما عم تقرأ هالنظرية كل همها يعني كلهم يا خيي مش بس بالرياضة بكل شيء اللي عم بيشتغل سياسي من تاني جمعة بده يعربش على راس السلم اللي عم بيشتغل اللي تاجر قد ما صار هدف ويطلع مصاري بسرعة تاني جمعة بده يصير أكبر تاجر كل الناس صار بدها كله على السريع ما بقى حدا يربي أجيال الأجيال هي هذا الزمن السيء اللي عم نعيشه بكل شيء واحد تاني جمعة بده يعمل وزير يكون بعده مبلش جديد تاني جمعة بده يصير عنده فريق درجة أولى خارب الدنيا تاني جمعة بده يصير أكبر تاجر هيدي صار عنا عقدة إنه بدنا نكون أكبر شيء أكبر شيء أكبر شيء عم يدفعوا حق شبابنا 100% أنا جاهز مش أنا جاهز وبتبنى حضروا ناشئة 40-50-100 شاب نعلمهم الفولي بول حضروا 40-50-60-70 هلأ في إيكول دو باسكت بول عم تنعمل بس غالية يعني مثلا عم يكون بالشهر 50 دولار في كتير ناس جبالية مش قادرة تدفع 50 دولار للناشئة نحن كبلدية شو بدي يعملوا البدنية نحن منحضر إيكول دو باسكت بول للناس اللي مش قادرة تدفع أرقام كبيرة منحضر إيكول دو فولي بول اللي مش قادر يدفع أيام شهرية كبيرة ونحن منتبنيها ومنمولها ونمشي فيها للآخر هي نطلب منك شعري بعد نحب تعمل لقاء خصوصي للرياضة يلا حضروا لجنة أستاذ أيوب رئيس نادي سابق وبيفهم بالرياضة وحضرتك وكل واحد بيهتم بهالموضوع عملوا اجتماع قبل ما نعمل مؤتمر بدنا نحضر حيثيات المؤتمر مين عمل تابل روند مين حكم الموضوع الرياضة الرياضة بجبال لوين هالشباب هالناشئة كيف اهتماماتهم أي ألعاب عم تستحوذ أكتر شيء هلأ الباسكتبول هلأ ليك الدرجة الأولى إلى حسناتها وإلى سيئاتها اليوم مثلا الباسكتبول صار كل الأولاد بكل بيت محمس بده يتصور معي يعني الدرجة الأولى بتفيد بكتير من المطارح بيصير الولد أنا خبرك عن ابني عمره 10 سنين عنده هوس صار الباسكتبول لا لأنه في على التلفزيون بيبلوس وكاني وماني هيدي بتعمل لك موتيفاسيون بس هالموتيفاسيون بدك تستكملها بمدارس بأسعار لأنه مش كل واحد قدر يحط 3 أولاد ب 150 دولار بالشهر ما في عمل يعني ملاعب
مجانيه بلا 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 بلا. وصار في عندنا مساحات وعندنا مجمع رياضي بيتاخذ منه مساحه من الوقت للاولاد جبال باسعار. يعني مثلا عم تحكي فولي بول، انا بكلفك مثلا نعمل ايكول دو فولي بول كل نهار سبت بالمجمع فوق من الساعه 10 الصبح مثلا للساعه 12 الظهر، ساعتين بسعر مدعوم من البلديه لكل هالاولاد اللي حابين يتعلموا الفولي بول. بنجيب مدرب باسكت بول كمان بنقول له خيي ساعتين بالنهار نحن بنمول جمعوا لكل اولاد الجبال اللي حابين يتعلموا باسكت بول. انا جاهز بس انا وحدي، يعني نحن بنتمنى وبنسعى وهنيتنا، بس بدك فريق عمل كبير يواكب ويشتغل بهالاطار. يعني اذا في انت بالفولي بول بتهتم بدنا نجيب مثلا حدا بالباسكت بول يهتم، ومش ضروري يعني انه نجيب ناس معاشات عاليه بالمقبول ويلا انا جاهز. يعني ناخذ من الولد 15 20 الف ليره رمزي تيحس انه في انجاجمون. انا بهمني المصاري مش مشان ندفع، بس تخلي الولد يحس انه عم بكلفه عم بكلف بيو 20 الف ليره صار في التزام. بس اوكي انا جاهز. نحن جاهزين. صح دخلك او انا بردان؟ ليش مفرين؟ سكر الباب، ليش فاتحه؟ الرياضه انا اساسيه عندي وانا كثير مهتم. اللي هامه بهالموضوع في حضرتك في ايوب، شوف كل واحد بحب ينضم لموضوع الرياضه يتحضر مشروع رياضي لعموم عائلي اهالي وسكان وحتى غربيين. نحن ما جايين هذا اللقاء مش معمول لا بس للناخبين ولا بس للمقترعين، لانه لا في انتخابات ولا نحن جايين نعمل دعايه انتخابيه ولا شيء. نحن عم نقول في مواضيع اساسيه تعتني بالشباب، لانه نحن بحاجه لهالشباب لبناء مستقبل افضل لمدينتنا ولوطننا. انا كبلديه وفريق العمل كله جاهزين لنضوي ونساعد كل هالمواضيع، ما في اي مشاكل. بس انا ما بدي انه كلام مثل ما بقولوا كلام الليل يمحوه النهار. هالكلام اللي عم تحكيه ممتاز. بدي تعمل اجتماع اثنين ثلاثه تحضر ورقه عمل خريطه الطريق، وانا مستعد من هلا اقول لك بتبنيها وحنساعدك. عظيم. انا مشيت حضر المشروع كمال كمال. نحن شو قلنا يعني حنساعد بالتحضير. شو استاذ عماد؟ نعم طيب. وشو في غير مواضيع غير الرياضه نحكى فيه؟ نحكى عن المقيمين سريعا. ايه بليز ما حدا يفل بلا ما ياكل كوكتيل. بس حكى انه المقيمين عم بحسوا انه ما يعني ما عم يتبلغوا مثل ما عم يتبلغ الناخب بالمشاريع اللي عم تعملها وبالنشاطات اللي عم تعملها. نحن عنا على السوشيال ميديا بالاذن لحظه بس، نحن عنا على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي على بالاعلام، يعني يمكن اكثر بلديه مشهوره ان كل اعمالها مسوقه يمكن اكثر من اللزوم، بس ما فيكش توصل لكل واحد تروح تبلغه بالشخصي، بنبلغ بالعموم. على المهتم يتابع يعني صفحه البلديه جبال من انشط الصفحات بيقدر. وبهذا الزمن ما بقى في حدا ما عنده سوشيال ميديا ان كان هاكينج عليها صفحه. ليه في هاكينج؟ حدا في صار له فتره عم بقولوا ما فيها شيء اذا هالمشكله هي والويب سايت. لا الويب سايت مش بقى يعني مش بقى كتير معترف فيه بالتسويق اليوم، اكثر شيء فيسبوك انستغرام كل هالامور جبال عم بيكون فيها تسويق جيد. بس القرارات مثلا اكثر بتنحط على الويب سايت انا بتكون سيرشبل الى اخره. هلا في امور ضروريه، هودي الامور تفصيليه ونحن جاهزين نشتغلهم الى اخر درجه. اليوم هم البلديه جبال بالمرحله الست سنوات المقبله تشتغل على البنيه التحتيه للمدينه. هيدي المدينة تسوقت بما فيه اللزوم لبل، تسوقت أكبر بكتير من الإمكانيات الناس اللي بتقدر تستوعبها. نحن هدفنا كان إنه عندنا برودوي مثل كينكس مهم جدا جدا جدا، سوقناه وصار متناول كل الناس. بدنا هالناس اللي عم تستعمله ترجع تعيدها. ترجع تعيدها بدك تأمن لهم خطة سير صحيحة، بدك تأمن لهم مواقف سير صحيحة، بدك تأمن لهم شبكة صرف صحي وشبكة مي وطرقات مضبوطة ومواقف عامة للسيارات، خطة سير، كل هالأمور عم تندرس بطريقة جدية، بتاخذ شوية وقت، بتاخذ شوية عذاب، خاصة مواضيع الحفر وإلى آخره. وكلنا بنعرف إنه نحن بمدينة أثرية مثل مدينة جبال الحفر عم كواحد عم بيحفر
عم ينقش بالهذا شغله بدها شغل دقيق لانه مديريه الاثار حاطه ايدها على اي حفريه بتصير بجبال. الحفريه اللي بتصير بعمشيت بتاخذ يوم، بجبال بتاخذ 10 ايام. عم تكلفنا وقت وعم تكلفنا عذاب وعم تكلفنا تعطيل مصالح الناس، كله هيدا انما بدنا نتحمل لانه مش ممكن جبال تضل الصرف الصحي تبعها ان كان بابوار ارتوازيه او بجوار او على الطرقات. موضوع الصرف الصحي بده يعذبنا شوي بس بدنا نعمله، بدنا نتحمل انا وياكم كلنا بنتيجه سكان جبال. كل واحد منا بده يتحمل انه قدام بيته قدام مؤسسته قدام مصلحته رح يقطع فتره من الاوقات انه يكون في صرف صحي. المي بدها تقهير ونحن هودي مش صلاحيتنا المباشره، المي والصرف الصحي وكل هالامور هي صلاحيه الدوله. نحن عم نضغط على الدوله لحسن تنفيذ المشاريع، للاسراع بتنفيذ المشاريع، لتامين الاموال اللازمه لتنفيذ هذه المشاريع. شغله كبيره، عم نشتغل مع دوله مهتريه امكانياتها شبه معدومه، بل امكانياتها واولوياتها محطوطه بمناطق اخرى لحسابات وتداعيات سياسيه. نحن علينا نضل نصرخ نضل نقول انه بدنا نظبط جبال بالبنيه التحتيه. عندنا مشروع اساسي وحيوي وانا بطلب منكم انتم تشدوا عيدنا وتناشدوا وتصرخوا وتعيطوا بكل بيت بكل مجتمع وبكل جلسه. عندنا موقعين اثريين بجبال مهددين بالتدهور وبالانهيار بشكل تام بجبال. عندنا بور جبال والطاحونة كيف شالقه، وعندنا البيت الارميت تبع البيت الحسامي اللي بمحيزه القلعه. إلنا من سنة 2011 ما خلينا وزير ثقافة، ما خلينا وزير أشغال، ما خلينا مديرية، ما خلينا إعلام، مؤتمرات صحفية بعد لليوم. لا البيت ترمم ولا الطاحونة ترممت. هودي إذا قلبوا هاد اثنين، هودي معلمان أساسيان من جبال مثل واحد شلت له قلبه. ولمين بتصرخ وبتعيط؟ ما حدا فرقني معه. بصير يكبوك من الأشغال لا ثقافة لا مديرية الأثار لا الإدارة الفنية لا النقل البري والبحري، يعني قصص حدث ولا حرج. هيدا الموضوع بده يكون انتفاضة جبيلية لأنه هيدي عزتنا، هي كرامتنا. نحن لا عنا بترول ولا عنا اقتصاد كبير ومعامل ولا عنا زراعة، نحن عنا هالثقافة وهالتراث وهالمواقع الأثرية اللي بتجيب الناس. إذا انهاروا ما رح يجي حدا بقى، وبالتالي مصالحنا كلنا بجبال رح تتأذى. لأنه نحن الناس بتجي لعنا على جبال ما بتجي تقعد بأوتيل خمس نجوم، وما بتجي تلعب قمار، وما بتجي تسهر بالنايت كلوبات والأخي، بتجي تتغذى تتفرج على القلعة، تبرم على السوق، تروح على المينا، تتغدى، تتروق، قصص صغيرة وخفيفة. هودي هالمعلمين هني أساس السياحة بجبال. البيت الأرميد وزارة الثقافة والطاحونة مشتركة بين الثقافة والأشغال. يخي علينا بس ما قلنا ما رح يقلبوا. امبارح كنت عند وزير الأشغال وحرام تدخل، بس إنه ممتاز، بس قد ما في روتين عاطل بالدولة الإيه بتاخذ له 3 سنين. يخي ما هذا ما بينطر، هذا بده إجراء سريع. طاحونة جبال مهددة بالانهيار بأي لحظة، أي عاصفة قوية بأمواج كبيرة تقلب كلها، شو بيبقى؟ ومصريات موجودين ومدورين من سنة 2010، كل سنة بيقولونا السنة، كل سنة بيقولونا السنة، ساعة عيل أبو مديرية الآثار، بتجيب الورقة جبناها دورة الماضي من مديرية الآثار وديناها على الأشغال، الأشغال ما بده يعمل مناقصة لأنه الوزير مختلف هو المدير العام، وقفت تأهيل السنسور. يا أخي كيف هالكلام؟ يعني 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 يمكن الناس بتشوف الامور انه ليش ما انعملت، ليش ما انعملت؟ عم خبركم ليش ما انعملت. قلي من 2010 بصرخ وبعيط، وجبنا الاعلام وعملنا مؤتمرات صحفيه وجبنا الوزير العريض وجبنا وزير سليم وردي كان ثقافي، ورجعنا جبنا وزير روني عريج، ورجعنا جبنا الوزير غازي زعيتر، وبعدها مين تجبال مهدده بالانهيار، وبعده بيت الارمين ما بتعرف متى بيقلب كله. في تشققات والمهندسين بيعرفوا تشققات كتير قوية بأسس البيت. طيب هيدا إذا قلب، ما هيدا معلم كل لبنان بيحكي فيه بالمطار، أول ما توصل أول صورة هيدا البيت الأرميل. طيب يا زلمة بكل، أنا كنت باليونان سنة الماضي، بتلاقي عواميد قد هالأنية بيبسي أنية الماء، بتلاقي هالسايح قاعد وعم بيصور كأنه شاف ربنا على الأرض. نحن عنا جنة الجنات متروكة مهمولة، عندنا قلعة جبال لازم تكون مصدر غنى للجبيليين من اليوم ليوم القيامة، لا بيخلوك تنظف مثل الخلق
ولا بيخلوك تستفيد من الجنينات الموجودة بمحيط المدينة الأثرية، لا بيخلوك تشيل العشب، لا بيخلوك ترش، ما بيخلوك تعمل شيء. ليش؟ هيدي أثار ومديرية الأثار بتهتم بالأثار. طيب يا أنتوا اهتموا يتركونا نحن نهتم، إنه لا أنتوا بتهتموا ممنوع حدا آخر يهتم. شو هالكلام هذا؟ ما بالنتيجة الرأي العام والناس الجبيليين ايه ولا ديد جبال اخر هم القلعة. لا يا اخي مش اخر هم القلعة، بس ما عندي صلاحية على القلعة، ما عندي صلاحية على القلعة. ما ليش هودي لك يعني انا ممكن ممكن انا وعدني وزير الاشغال انه من هلأ لشهر يعالج موضوع، لانه جبنا الموافقة من الاثار الورقة صارت عنده، وانا التقيت بالوزير ووعدني وقال في 4 مليار ليره مخصصين لتاهيل سنسول والطاحون اللي قلبه. وحكيت مع المدير العام اللي هو عبد الحفيظ الايسي ووعدني انه بقارب وقت ممكن رح يودي الكتاب يرجع مره ثانيه للوزير، لانه كان الوزير السابق غازي زعيتر كل اولوياته بمناطق اخرى وجبال ما كانت مدرجة على لائحة أولوياته. الوزير الحالي وعدنا وأكد لنا إنه جبال بصلب الأولويات، إنه مش مقبول على مدار 4 سنين ما إجا نقلة زفت على جبال. طيب بلدية جبال إمكانية مالية فقيرة مش قادرة تزفت طرقات جبال، طرقات جبال تتزفت بدها 4 مليار ليرة. بلدية جبال كل جبيتنا ما بتطلعش 4 مليار ليرة، كيف بدي زفت الطرقات؟ انه انا ما بمصد انه طرقاتنا تكون كلها مثل الطرقات باوروبا مزيحه مع ارصفه مع اناره مع لمبات كله ممتاز. طب اذا واحد عنده امال كبيره والجيب فاضي، هلا موعودين بزفت للمدينه ونزفت كل المطارح اللي ما بيسوا، لانه مدينه جبال قلت له انا للوزير زعيتر المره الماضي انه هذه ما لنا ملكنا وما لنا الجبيليين، مدينه جبال باتريموان يعني ملك عام، ملك ثقافي مش بس لبناني عالمي. وجبال كانت عاصمه السياحه العربيه بال2016، اقل الايمان يا معالي الوزير طريقه جبال ما تكون جلالي موز، كانك عم تحكي كرشوني وما حدا جاوب وما حدا ساعد وما حدا ضرب ايده على الصندوق تيودين للزفت. هلا موعودين موضوع الزفت، موعودين فيه موضوع الصرف الصحي ان شاء الله رجع مشي على الطريق الصحيح وراح يكفي. موضوع المي مش مقبول 60-70% من احياء مدينه جبال ما فيها مي. ليه؟ لانه اساطر معموله من ايام الفرنسويه بينفقد اثرهم بيزبطوا بشامبرير على ضغط المي بينفخت قدام، صفي كل طرقتنا المزفتينة، أول يوم نحفر هالجورة وتاني يوم نحفر الجورة اللي قدامها، صفي الطرقة الجبال المزفتة ونظيفة ومرتبة فيها بالكيلومتر 200 حفرة، كيف بدك تب؟ شو الكلام هذا؟ والأبشع من هيك بيحفروها وبيتركوها بفلوا. يا حين عند بدبيلين فوق في مي عندكم؟ مقطوع على المي. بدنا تعرفوا شو بدنا؟ ما بدنا بلدية، بدنا دولة. هودي أمور كلهم بيتحققوا كلهم بيتنفذوا، بس بدنا قرار بناء وطن نعيش فيه بكرامتنا. بقاش نتسكى على بواب المسؤولين تناخد حقنا. بدنا دولة ما ينسرقوا الزفتات وينسرقوا الهبات وينسبقوا ما بعرف شو. بدنا دولة تحفظنا كرامتنا، منعلم أولادنا بأحسن جامعات ما دايما نوظفهم بالدولة ويعطونا أحلى راندوما ونبني فيهم دولة مزبوطة. بيروح المتعلم بيجي المحاصصة وهيدا ابن فلان وهيدا بخصنا وهيدا زلمتنا. هيك فيك تبني دولة سليمة؟ شبابنا وولادنا عمرت الخليج العربي كله وكل العالم. هودي الشباب زيتهم لو استفدنا منه بلبنان كنا عمرنا لبنان نحن فيه. بس لبنان المحاصصة ولبنان الزلم ولبنان هيدا ما بيقلع. قد ما تعمل بجبال منيح وقد ما تطور بجبال وقد ما تشير جبال أحسن مدينة، إذا ما في قرار جوهري ببناء دولة مدنية نظيفة تحفظنا حقوقنا تحفظنا كرامتنا تكون شفافة ونظيفة، ما في أمل بهذا البلد. لا لا ما شو حنقول هيك. هلأ في عهد جديد بغض النظر، هذا العهد عليه واجبات ولازم نحن إذا ما نفذ الوعود يتحاسب هو وغيره بكل عهد. أنا ما عم سمي عهد عن عهد، أي عهد بيجي وبيوعد اللبنانيين بتحسين أمورهم وحياتهم ومستقبل مناطقهم ومدنهم وما نفذ لازم نحاسب. أي متى بيستقيم البلد وبصير في سلطة
شفافة. نهار اللي بيعرف حاله المرجعية أو المسؤول أو الرئيس أو الوزير إنه في ناس عم تحاسبه. نهار المواطن بيروح على الصندوقة ما بينتخب لا لتنكة زفت ولا لخدمة خاصة ولا لأنه وظف له ابنه الشخص الخدمة الخاصة. بيروح بينتخب لأنه في مشروع بناء دولة، بناء مؤسسات على هيدا المشروع، على هيدا الرؤية، ومنحاسب هالمسؤولين بعد 4 سنين شو حققتوا لنا. خي بكره في انتخابات بعد 5 اشهر، رح يجوا الشباب كلهم حاطين بارفان ولبسين ثياب حلوين ويجوا لعنا على ضيعنا وعلى كورانا وعلى مناطقنا عاملين مشروع. هذا المشروع لازم نقريه واذا بدنا ننتخبه نقول له اوكي هذا المشروع يا خي رح نقول عفى الله عما مضى، رح نبلش من اليوم، بقاش بدنا نحاسب حدا، خلينا نقول اشطبنا الماضي وعم نصلي على الحاضر، هذا المشروع اللي جايبين لنا اياه رح ننتخبكم على اساسه. إنما بعد 4 سنين رح بس تجوا لعنا رح نجيبه هذا هو ذاته وتقولوا لنا شو حققتوا لنا منه. ما حدا يقول عم بيعرقلوني ومش ماشي الحال، يا حوجينا عجبال ووعدنا الناس بال 2010 بمشروع وما حدا عرقلنا لأنه في نية الشغل وعملنا. هلا في كتير أمور بدها تزبيط، بدها تشتشوت، بدها زيادة، بدها نقصان تربية، وأنا مش ضده، لازم نعمل كل شيء، بس الجوهر انعمل، الأساس انعمل، البالك الكمية الكبيرة انعملت، تأهيلات الصغيرة نحن جاهزين لنعملها بكل لحظة، وهيدي لا بدها رئيس ولا بدها نائب رئيس ولا بدها أعضاء، هيدي بدها جهاز إداري نظيف كويس شفاف بيعملها كلها، إنه لمبة بشارع بيت الحواط ولمبة وطبة عن بيت برق وشغلات صغيرة عن بيت سعد. هولي نهار بصير عندك بلدية مضبوطة الجهاز الإداري بيعملها، أما المشروع الأساسي انعمل. فبقى أنا اللي عم بقوله نحن عندنا هلا بعد 4 اشهر انتخابات لازم المواطن فعلا اذا بدنا نبني دوله مضبوطه وسليمه يبلش يحاسب المسؤولين. اذا بلشنا نحاسبهم ببلشوا هود الناس يعرفوا انه ابن مراد مش رح يروح ينتخبوا على العمياني لانه جده كان مع بيه للمرشح او لانه حزبه فارض عليه، لا رايح ينتخب على قناعه وعلى مشروع. يا خيي سؤال، بلدية كويسة بلا سلطة مضبوطة شو فيها تعمل؟ عم بقول لك في مشروعين نبح صوتنا زبطولنا ياهن، هيدا تاريخنا وهيدا عرضنا وهيدي ثقافتنا وهيدي وهيدا حلمنا بجبال هاتنين. شو نحن عندنا 300 موقع؟ عندنا هالموقعين. طب إذا قلبوا راحوا ونهاروا شو بقى لنا؟ ما بقى شيء. أنا بحكي كثير يا خيي ما تقول. لا أنا من عندك قالوا لي لازم يسكروا، مش من عندك. عندك اجى الامر وانا جاهز. طب خلينا نكمل على الكوكتيل. بس شغلي انا جاهز وان شاء الله باللقاءات المقبله يكون اللقاء اكبر من هيك. انا جاهز والبلديه جاهزه وكل شخص ان كان ما حدا يعتبر انه في رئيس بلديه وفي اعضاء بلديه، كل مواطن جبيل لازم يعتبر حاله رئيس بلديه وعضو بلديه، كل واحد لازم يكون هو ناطور وهو البوليس وهو الرئيس وهو المراقب تنقدر نقله. انا ما حدا يفكر اني انا بزعل من الانتقاد، بالعكس الانتقاد هو اللي بيبني الشيء المضبوط، التوضيح والإشارة والضوء عليه بالضوء الكبير هو بيحسن وبيظبط الأداء والشغل. ما بدكم تعتمدوا على الدولة، بدكم تعتمدوا على حالكم.